امير كشك استاذ جراحه القلب والصدر بجامعه الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي دكتور. كنا عايزين نعرف ازاي كارديو اليكس هيساهم في ارتفاع الاداء الطبي المستوى الطبي للاطباء في مصر. طبعا مؤتمر الكارديو اليكس اللي بيقام كل سنه في الاسكندريه هو مؤتمر بيقربنا لكل التغيرات والتفاعلات الحديثه. وبما ان الحضور الاطباء حضور كبير فاكيد حضورهم هذه المحاضرات والحاجات اللي بتتعمل اون لايف كقسطره او حاجه هيخليهم يقربوا كتير للتقنيات الحديثه اللي موجوده. فده يبقى هدف لهم انهم يبتدوا يتعلموا يدربوا في مراكزهم او في حته تانية بالتكنيكس والحاجات المتقدمه. ايه هي جراحات القلب الحديثه؟ جراحات القلب تتميز بحاجتين. في حاجات اللي هي التقليديه اللي هي مثلا من 20-30 سنه وما زال العالم كله بيحترمها وبيعملها، زي مثلا في توصيل الشرايين التاجيه في الطريقه التقليديه اللي هي بنوصل المريض بجهاز القلب الصناعي وبعدين بنديله كارديوبليجيا اللي هو بتخلي القلب يقف ويبطل الانقباض، وبالتالي الجراح ممكن يشتغل على القلب بسهوله. فدي الطريقه التقليديه اللي بتتعمل في جميع العالم، في احسن المراكز بيعملوا هذه الطريقه. طبعا مع تطور الامكانيات والاجهزه والالات بدات في تقنيه ثانيه في توصيل الشرايين التاجيه، ان هي التقنيه اللي هو بالقلب النابض، يعني القلب بخليه ينبض بس يمكن معدل اقل شويه من الطبيعي، والجراح بيعمل العمليه بتاعته. بس طبعا دي عايزه يكون جراح متمرس، وطبعا لما بيبتدي بيبقى في ليرنينج كيرف، يعني في مستوى تعليمي بيزداد الكفاءه شويه بشويه. فلهذا بنلاقي مثلا عمليات توصيل الشرايين التاجيه بالطريقه اللي هي غير تقليديه هي بالقلب النابض بتمثل حوالي 20% في جميع المراكز، لكن في بعض المراكز سواء مراكز في القاهرة أو مراكز عالمية مثلا في ألمانيا بالذات، في بعض المراكز دي بتعمل العملية توصيل الشرايين التاجية بالقلب النابض ل 100% من حالتها. فده بتعتمد على الخبرة بتاعة الجراح وبتعتمد على التيم اللي يقدر يساعده أنه ينفذ هذه العمليات. لكن اللي عايز اقوله مفروض المريض ما ينجرفش للتقنيات الجديده ويصر عليها الا لو كان المركز اللي اتعامل معاه بيمارسها بطريقه طبيعيه. اما لو كان بيشتغل بالطريقه التقليديه فدي طريقه فعاله، حتى رؤساء الجمهوريات العظمى لما بيجوا يعملوا لهم عمليات بيعملوا بالطريقه التقليديه عشان يخافوا يحصل اي مضاعفات، يقول له ليه ما استخدمتش الطريقه التقليديه. فالطريقه التقليديه من 30 او اكتر من كده ماشيه وبتدي نتائج كويسه، ومفيش طريقه او تقنيه بتدي نتيجه 100%. فده لازم نحطه في دماغنا، ان لازم يبقى في حبه مضاعفات بسيطه قد تختلف من مكان لمكان او من طريقه لطريقه. تمام. كنا عايزين نسال برضو ايه اللي متوقع انه يحصل بعد جراحه القلب المفتوح؟ يعني المريض متوقع ايه التحسن بنسبه قد ايه؟ لا طبعا النتائج بتتحسن بطريقه رهيبه، يعني في حاجات بنوصل ل 98 و97%. اللي عايز اقوله اي حاجه بنعملها الانسان لا يمكن ان يصل ل 100%. 100% هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيعمل اي حاجه 100%. اما كبشر فلازم يكون فاهمين ان في مضاعفات قد تحدث. يعني صعب ان اقول لك انا جراح وبعمل كل عملياتي 100%، ابقى يعني غير محق في، ولازم المريض يفهم كده عشان المريض ساعات يجي يقول لك العمليه دي انت عملتها؟ طب عملتها. طب نتائجها 100%؟ اقول له لا،
انا بني ادم، بس ما اقول لك ان المضاعفات 2% 3% 4% فدي مقبوله عالميا، مش عيب في فيا او عيب في التيم بتاعي، دي مقبوله عالميا. ميرسي جدا لحضرتك دكتور، العفو.